اولا ما يمكنش الصور شحال احنا فرحانين ومسرورين بالمشاركه ديالكم معنا في هذا المهرجان، في هذا المهرجان الخيل، مهرجان ديال المغاربه كلهم، وخصوصا هذا اللقاء والمحبه اللي عندنا في الاقاليم ديالكم ومدينه الدخله اللي هي جميله جدا وناسة وشعبها والكفاح ديالها من اجل الوحده الترابيه ديال المغرب. اذا وجودكم معنا باش تعيشوا هذا الظاهره وتعيشوا هذا الجو الجميل وهذا التحفه ديال هذا باطا اللي هي الان اصبحت عندها وجودها اصبح ماشي بالمنطقه، بل كذلك التاثير ديالو اصبح وطني وكذلك علاش لا خارج الوطن. اذا نحن حقيقه متاثرين لان وجودكم معنا كعائله كمنطقه منطقة اللي هي عندها تاريخ وتاريخ كبير، لان اخواننا في المناطق الصحراويه هي جزء يتجزأ منا. ولما فتحت عيني انا كانت علاقتنا مع الاخوان ديالنا في الصحراء كانت كبيره. اذا جامع القبائل ديال كالجورو منطقه شماليه، تطوان كانت في ذاك الوقت عاصمه ديال المنطقه الخلافيه اللي كان الاسبانيين الاغلبيه ديال الاخوان ديالنا كانوا يجوا يزوروا تطوان، ومن هنايا كان اللقاء ديالهم بطريقه من الطرق مع الشعب المغربي كله. كاين جوج لعبه موجوده في العالم، ماطا في هذه المنطقه ديال بن عروس ديال تحت قطب ولي عبد السلام، وغتشوفوا بانه هي موجوده في الكوكاز في افغانستان. فاي واحد اللي باغي يشوف هذه اللعبه خصو يجي في المنطقه. غتشوفوا حضور كذلك ديال الاجانب اللي هما محبين في الفرس، فغتشوفهم دائما كيجيو عندنا يزورونا. ف ماطا هي كذلك تشجيع التعاونيات المنتوج الفلاحي والصناعه التقليديه، فكذلك هو موسيقى روحانيه ولكن موسيقى شعبيه كذلك، فهو عرس، العرس ماطا بحبه اللي كاينه موجوده في الخيل، وهاد الجماليه ديال ماطا خصنا كامل بينا يكون عندنا غيره فيها، وكامل بينا خصنا ندافعوا عليها. والرساله هي اذا اعطينا الفرصه لهاد الخياله باش يربيوا الخيل، فاحنا غنكونوا حققنا واحد من الاهداف ديال الجمعيه العالميه للعروسيه، هو الحفاظ على تعرفوا بانه نحن اللعبه ماطا عندها تاريخ وعندها ارتباط بالقطب مولي عبد السلام المشيش، وكتعرفوا بانه الشمال والجنوب عندهم ارتباط روحاني بين الشرفاء العروسيين والرقيبات وشرفاء بصفه عامه، وكمدرسة صوفية. فأنا كنعقل بأنه الأجداد كانوا كيجيو الإخوان ديالنا من الجنوب كانوا كيجيو يزوروا القطب مولي عبد السلام، وكان والحمد لله مازال الآن كنجبروا هذا العرف. فطبعا داخل هذه اللعبة ماطا، فكنعتبروا بأنه ماطا هي لعبة ديال الجنوب وديال الشمال، فنحن واحد. مهرجان الأصالة، مهرجان الخيل، مهرجان يجمع كل الحضارات في العالم العربي كله، ونحن هذا شرف لينا انه نيجي هنا، وما نقدر نحن نرفض انه ما نيجي على المهرجان هذا، رغم انه قبل رمضان، بس نحن اصرينا انه نيجي ونشوفه ونشوف هالربيع ونشوف هالناس الطيبة. ونحن نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونشكر المغرب والمغاربة. أنا كنموت في الصحراء والصحراء مغربية، وعاش الملك والله ينصر سيدنا. المغرب بلد كبير وكريم، ونحن نعشق شمال المغرب وجنوب المغرب وشرق المغرب وكل المغرب، وأنا الصحراوي من أعز أصحابي. ماطا كان وصول المهرجان كتولي فيها منافسة كأنها ألعاب الكرة،
فريق مع فريق. دابا هاد الكره، هاد الكره هذه اليوم حنا اللي ربحناها. ماطا ملي لعبنا سلمات الملعب، دخلت الملعب، كاين سيد قال عنده خيل ديالو خويا خصو يشبر ماطا يهرب بها، عطيناه ديك ماطا يهرب بها، ما وصلش المكان وتبعو عادي الافلاد من الفرقه ديالنا حنا، هو اللي التحق عليه قبل يوصل المكان، تفوق عليه عادي الافلاد، هو اللي تفلق عليه تفوق عليه وشبر ديك ماطا ورجع بها الا الملعب. الخيل ديالو قويه وتا هو تبارك الله كنشكروه قوي، وكندعيو معاه بالسلامه هو والخيل ديالو. ودابا كيطلب بانه الشروط الجائزه ديالو ديال ماطا يهديوها لعادي الافلاد. هو اللي مشى الاولاني تبعته انا، ملي لحقته جبت ماطا ورجعت، ملي رجعت ما جيت بوحديتي، ما لحقني حتى شي واحد.